واللي بيستهدف فئة الطلائع من عمر 14 سنة ل 16 سنة على تنفيذ مجموعة من المبادرات الريادية. خالد، عمل الطلائع راح يكون من خلال معسكرات طبعا تحفيزية اللي بتنظمها مؤسسة الرؤية الفلسطينية خلال العطلة الصيفية على إنتاجها طبعا من أجل خدمة مجتمعاتهم. وضمن هذه المبادرات انطلقت مبادرة عشانك. الحديث أكثر بينضم إلينا حور حواشين وكذلك أيضا بيان زايد. يسعد صباحكم في برنامج صباح الخير. يسعد صباحكم. بداية معك بيان، خلينا نبلش تحكي لنا عن حول هاي الفكرة، كيف اجت الفكرة، وما بدنا نفوت شوي بتفاصيل، خلينا هلأ مبدئيا على الفكرة. اوكي، بالبدايه زي ما حكيت انه احنا بالصيف رحنا على معسكر برام الله، والمشروع هم مع مؤسسه الرؤيه الفلسطينيه بتعاون مع اليونيسف. كان له جانبين المعسكر، كان الجانب الاول الارشاد المهني، والجانب الثاني انت كيف تعمل مبادرات رياديه وتحل المشاكل الموجوده عندك في بلدك. فاحنا كانت عندنا بعض، حطينا المشاكل اللي عندنا كمنطقه عنبته. فمن بين المشاكل اللي احنا اقترحنا نوجد لها حل انه في طلاب كثير ما بقدروا يكملوا دراستهم، ففكرنا ننشئ صندوق الطالب المحتاج. بس انه مش مثل العادة انه نروح للناس ونحكي لهم انه ادعموا لنا صندوق الطالب المحتاج واعطونا مصاري وهيك، لا، احنا بدنا نحط شاشات اعلانات، شاشة الكترونية على جدار البلدية بعنبتة، زي ما بنعرف انه هي حلقة وصل بين الشمال والجنوب، السيارات دائما فيها، فهي منطقة حيوية كتير. فانه احنا بدنا نحط اعلانات الى 50 شركة. هاي الاعلانات رايحة رح يكون لصندوق الطالب المحتاج. جميل جدا. حور، ليش الفكرة هذه واهميتها للمجتمع لفئة الطلبة على وجه التحديد في عنبتة؟ يسعد صباحكم بداية، ويسعد صباح كل المشاهدين. هلأ بداية فكرة مشروعنا طلعت من واقع إدراكنا لأهمية التعليم، ولاحظنا أنه في نسبة لا يستهان فيها من الطلاب في عنبتة مش عم يقدروا يكملوا تعليمهم بسبب سوء الأحوال الاقتصادية اللي بمر فيهم أهلهم. فإحنا بإنشائنا لهذا الصندوق بنكون عم بنساعدهم لأكمل مسيرتهم التعليمية. هلا هون بنروح احنا للطلاب. هلا لو نشوف ما بين السطور زي ما بيقولوا للقطاع الخاص او اي حد بحب ينشر اعلاناته على شاشتنا، كلنا بنعرف انه هدول القطاع الخاص لهم مسؤوليه مجتمعيه، فبمشروعنا هم بيكونوا عم بنفذوا هاي المسؤوليه المجتمعيه بطريقه غير مباشره، بحيث انهم يدعموا طلاب الجامعات والمدارس اللي هم بالمجتمع المحلي. وكمان احنا هيك بنكون عم نخفف عليهم تكاليف. شو هي التكاليف؟ اللي هي تكاليف حملاتهم الاعلانيه، كون انه احنا رح ناخذ منهم مبالغ منافسه من اسعار السوق اللي 2400 شيكل سنويا، فهذا الشيء يكون لهم تحفيز لحتى يحطوا اعلاناتهم عندنا. هلا هون احنا بنحكي عن الجانب المادي. لو نشوف الجانب المعنوي لنا كطلاع، احنا قمنا بهاي المبادرات وعم ننفذها، فاحنا عندنا افكار ولو نيجي نطبقها لواقع عملي، هذا الاشي خلينا نقول بيزيد الدافعية لحتى نضل بنفس الوتيرة ونحاول نحسن صورة المجتمع بشكل خاص وفلسطين بشكل عام. جميل جدا. بيان، يعني احنا بنحكي عن مشروع، بنحكي عن فكرة بدها شغل، بدها جدولة، بدها كتير امور. كيف تم هذا الشغل بناحية الدراسات، دراسة جدوى؟ احكي لنا عن هاي التفاصيل. بالبداية احنا زي ما حكيت لك انه احنا بلشنا بالفكرة انه عادية منك طلائع بدون دراسة جدوى هيك. هسا بعدين لما قررنا انه احنا جد بدنا نعمل هذا المشروع ولقينا انه كتير مفيد واخذ استحسان من جميع الناس اللي طرحنا عليهم الفكرة، قمنا بدراسة الجدوى الاقتصادية. هسا اللي كنا بالجدوى الاقتصادية انه احنا الربح رح يكون سنويا 120 الف شيكل تروح لصندوق الطالب المحتاج. هسا كيف رح نجيب ال 120 الف؟ كيف رح تكون عندنا 120 الف شيكل؟ رح نستهدف 50 شركة او مؤسسة او حدا اللي بحب يعلن. سعر الاعلان 2400 شيكل زي ما حكيت زميلتي، يعني هو سعر كتير منافس بالنسبة لأسعار الموجودة حاليا. صحيح. وكمان هو رح يقللهم الضرائب، زي ما بنعرف انه اي مؤسسة او اشي بيعمل اعلان هو رح يقلل له الضرائب، فبالنهاية هو المستفيد، يعني انه هو بفيد المجتمع وهو بيستفيد. فبالتالي 2400 شيكل ب 50 اعلان، هاي 120 الف شيكل سنويا لصندوق الطالب المحتاج. هسا ممكن احنا من السنة الثانية نبلش كمان نوظف حدا اللي هو تسويق للاعلانات او ادارة الشاشة ومن هالحكي. فيعني تقريبا رح يكون نحكي 3300 شيكل، يعني فانه كثير الربح بيكون كثير لصندوق الطالب المحتاج. هسا احنا ضل عنا انه احنا كيف بدنا نجيب الشاشه. سالنا عن اسعار وسالنا انه احنا كيف بنقدر نجيبها، زي ما بنعرف مش موجوده عندنا، لازم نستوردها من الصين يعني. ف 120 الف شيكل سعر الشاشه. هسا لما احنا بدايه درسنا الجدوى الاقتصاديه فكرنا انه احنا اذا بنقدر ناخذ تعهدات بالاعلانات من الناس
أو في حال إذا إحنا لقينا حدا مثلا رجل أعمال شركة أو إشي مقابل شيء معين هي تشتري لنا الشاشة مثلا مقابل نسبة من الربح أو مقابل إعلاناتها مجانا للعمر الافتراضي للشاشة 6 سنوات فعليا، وهي المبادرة كتير مستمرة. فإنه إحنا هسا مندور على طريقة إنه إحنا كيف بدنا نشتري الشاشة. في طريقة تانية كانت إنه إحنا الأسعار الإعلانات نأخذهم مسبقا من الناس، فمن الناس اللي بدهم يعلنوا اللي هي بتجمع 120,000 شيكل ونجيب الشاشة. فبالسنة الأولى هيك ما بيكون عندنا ربح نهائيا لصندوق الطالب المحتاج، بصير الربح من السنة الثانية. فإحنا حاليا إحنا نتمنى إنه الناس تقدر تدعمنا وتقتنع بهاي الفكرة، لأنه كتير هي بتساعد سواء التجار أو الناس اللي عندهم بحبوا يعلنوا، والجهة الثانية اللي هي الطلاب. طيب حور، الصعوبات اللي بتواجهكم في التنفيذ هل هي فقط مقتصرة على موضوع الشاشة أم في صعوبات أخرى؟ هي صراحة كانت الصعوبات بشكل أساسي تمويل الشاشة. يعني تأكيد على اللي حكته زميلتي بيان، كان لازم نستوردها فيك بتكلفنا 120,000 شيكل. فكان بدايتها نحط كل هذا المبلغ مرة واحدة كان صعب. صحيح. فقررنا إنه هذا المبلغ نوفره من خلال الإعلانات. زي ما بيقولوا عصفورين بحجر. فالإعلان رح يكون ب 2400 شيكل زي ما سبق وحكيت ل50 شركة أو أي حد بحب يساهم فيها، فهيك إحنا بنطلع ب 120,000 شيكل. لا فبدورنا لهاي يعني المشكلة الصعبة خلينا نقول 120,000 شيكل، رحنا عملنا عرض لمبادرتنا بالغرفة التجارية، وكمان في لقاءنا مع صناع القرار بالمحافظة، وكان تلفزيون الفجر حاضر وشاهد على ذلك. وكمان لفينا على المحلات في عنبتة وسواء بمدينة الكرم لحتى نعرفهم أكثر مبادرتنا ونشجعهم إنهم يساهموا مثل ما حكت بجزء أو حتى إحضارها. وطبعا هذا الإشي رح يكون لهم منافع اللي هي مثلا ممكن نحط لهم إعلاناتهم مجانا. فمن هون إحنا بندعي أي حد ممكن يساهمنا إنه يتفضل ويتواصل معنا، لأنه عن جد هي مبادرة بتفيد الكل وبشتى الطرق. أكيد بنتمنى ذلك. بيان يعني حكيتي عن دراسة، حكيتي عن وخاصة إنه مشروع خالد هو مشروع يعني اقتصادي، ممكن نحكي شوي إنه في مصاري وفي فلوس، مش عم نحكي عن مبادرة تطوعية أو خدماتية أكثر من إنها تكون فيها عائد مادي. كيف قدرتوا إنكم فعلًا تشتغلوا على هذا الإشي؟ يعني أنتوا طلاب مدارس لسه، كيف مين كان المعاون لكم والله في الدراسات او في اسعار الشاشات او ما الى ذلك؟ زي ما حكيت لك هي مؤسسة الرؤية الفلسطينية كانت فيها مشرفين اللي هم علموني كيف انه احنا ممكن نطلع بالمبادرات. هسا بعد المعسكر احنا ما وقف شغلنا مع مؤسسة الرؤية عند المعسكر، صرنا نخ بالبلدية يجوا مشرف من مؤسسة الرؤية الفلسطينية على اسروجي له كل التحية لانه هو الداعم الاكبر لنا كان. فكان هو انه يساعدنا لمين نتوجه بدراسة جدول اقتصادية، لمين نتوجه انه نسأل شركات وهيك. كان هم ما كانوا هم اللي يعملوا لنا كل شيء، كانوا يحكوا لنا اتوجهوا يشرفوا عشان يعلمونا احنا مستقبلا انه كيف احنا يعني مؤسسة الرؤية هسه موجودة بس بعدين ما بنعرف مين اللي يكون موجود، فانه احنا نكون قادرين انه نعمل المبادرة مثل هيك. طب حور يعني بصراحة الخوض في التفاصيل في التنسيقات في الأمور اكتسبتوا شيء أضاف لكم؟ أنت طالبة ثانوية عامة، كيف موازنة وشو أضاف لك بصراحة؟ اللي بداية كنا إحنا مبلشين فيه من العطلة الصيفية اللي تسبق الثانوية العامة. ففي هذا المعسكر إحنا اكتسبنا كتير خبرات، أولها إنه كانت تتعلق بالاتصال والتواصل، كيف نحل المشكلات، وبرضه كيف إدارة الوقت ما إنه توجيه يومين. فآخر إشي إحنا برضو علمونا كيف إنه نطلع مبادرات ريادية. فكتير اكتسبنا خبرات للسوق كمان من حيث التسويق، كيف إحنا ممكن نجمع هاي المعلومات اللي نطلع فيها بمبادرة ممكن تفيد الكل وبرضو تكون ريادية بنفس الوقت، يعني نحل المشكلة بطريقة ما كانتش موجودة قبل إحنا نخترعها ونطلعها. فهذا الإشي كان كتير دافع بالنسبة لنا ويحفز المعنويات. بس أخيرا حابة أحكي شغلة إنه إحنا كطلاع عنا أفكار حابين ننفذها ونحولها لأرض واقع، لكن ما في عندنا هالوسط اللي ممكن إنه يجمعنا وينمي لنا هاي المواهب والأفكار ونحولها لواقع عملي. فبدعو الكل إنه عن جد يعمل على هذا الموضوع لحتى نحاول كلنا مع بعض بإيد واحدين نحسن من فلسطين ومجتمعاتنا بشكل خاص. أكيد. طبعاً مثل ما بيحكوا بادر لأنك قادر. أكيد. جميل. أكيد. إن شاء الله يعني بنتمنى لكم كل التوفيق. بس بيان يعني هلأ لوين وصلتوا بالمشروع وإيش الخطوات اللي بعدها رح تتم؟ إحنا لهسا إنه إحنا بنتواصل مع ناس إنه تقدر تشتري لنا شاشة، بس لهسا ما لقينا حدا إنه يقدر يشتري لنا إياها. زي ما حكينا إنه مش ضروري حدا هو يشتري لنا إياها أو إنه مقابل ربح، ممكن يكون 3-4 رجال أعمال مقابل إشي معين إحنا بنتفق معاهم عليه. يعني
هسا احنا لهسا عندنا 10 تعهدات بالاعلانات فاحنا بدنا نوصل 50، ضايل 40 تعهد بالاعلان لازم احنا نجيبهم عشان نقدر نبلش بمشروعنا. فاحنا بنتمنى كمان من التجار وكل الناس اللي بتقدر تعلن، هي انت مستفيد، انت بتروج لاعلاناتك وبتروج لمنتجاتك وبتجيب عائد لك وبتقلل من الضريبه، وكمان انت فكر بالناحيه الثانيه لانه انت رح تدعم ناس محتاجين، فانه انت يعني عصفورين بحجر زي ما بيحكوا. فكمان هسه احنا بنحاول نتواصل مع ناس اللي هي انه تدعم لنا الشاشه، فهذا الاهم يعني. يعني الدعوه لا زالت مفتوحه بالنسبه لكم مشاهدينا رجال الاعمال المتابعين والشركات كذلك ايضا لاستثمار مثل هذه الفرصه، لانه بالفعل راح تقدم بفكره رائعه وجميله حلول فئه الطلبه المحتاجين في كل منطقه لربما ويعود نفعها على اكثر من منطقه عنبته. اكيد خالد، وهذا الشيء اللي احنا دائما بنحكيه ومثل ما حكت الصبيه انه دائما في افكار، في ابداع، في اشياء جديده، لكن للاسف ما في دائما بتوفر هالمجال او هالمساحه اللي فعلا يطلعوا كل هالابداعات وفعلا يستمروا. فاحنا اكيد بنتمنى للجميع انه اللي بيقدر يساعد او اللي بيقدر فعلا يحتضن اي فكره ابداعيه لدى شخص معين بانه فعلا ما يفكر بالموضوع لحتى ما يتراجع الوضع لورا ونصير في عمليات طفس او في عمليات انهزاميه يرجعوا لورا. ان شاء الله الى الامام دوما. اشكركم جزيل الشكر حور حواشين وكذلك بيان زايد في مشاركتكم في برنامج صباح الخير.